السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبيباتي. فيديو جديد هذا النهار. كنتمنى يلقاكم بالصحة والسلامة نتوما والاحباب ديالكم. هذا الفيديو هذا النهار علاش غادي نهضروا؟ غادي نهضروا على هذه اللي كتشوفوا قدامكم. شنو هي هذه؟ هذه سميتها طواشي. طواشي هي بالانواع. ليش كنحتاجوا؟ غنحتاجوا كروشي. الا كانت الصوفه غليظه غنديروا كروشي غليظ، كانت رقيقه نديروا كروشي رقيق، وغنحتاجوا برا، وغنحتاجوا مقص. الا بغيتوا تعرفوا شنو هما هاد الطواشي وكيفاش كنصاوبوهم خليكم معايا في الفيديو. السلام عليكم. اذا هاد الطواشي شنو هي؟ هاد الطواشي هما يا علاش بعدا هاد السميه طواشي؟ باسكو حيت هادي الجابونيين اللي كيصاوبوها هما اللي كيعيطوا لها طواشي، ولكن حنا غنردوها مغربيه غنوليو نعيطوا ليها طواشي ديالنا طواشي. دونك هاد الطواشي شنو هما؟ علاش كيصلاحوا هاد الطواشي؟ بحيت مثلا انا شخصيا يعني اش كندير؟ كنديك الحلفه د الماء اللي كنشري، كتعرفوا كنديروا لها شي شويه جافيل مع داك الماء ديال المعان، ولا هذا الصابون ديال المعان باش نغسلو مزيان باش نعقمو. اذا اش كتولي لنا؟ كتولي لنا رطبه، ما كتبقاش حرشه، ما كتبقاش شويه كتحك مزيان. شويه شي استعمالات جوج ثلاثه اربعه صافي ما كتبقاش زوينه، غير ديري لها جافيل مشات. اذا هادو هادي مثلا هادي انا بالنسبه ليا غنديرها غنخدمها وغنصاوبها وغنديرها في بلاصه المعان. دير جافيل ولا ما دير جافيل، المهم هادي كدوم كتبقى مده ما كتنساي بانها راه خصك تشري حلفه المعان، ما كتبقايش تشريها. هادي غير من دوك البقايا الصوفه اللي كيبقاو عندنا كيمكننا نصاوبوها وتبقى عندنا، ونغسلو بها المعان، نسالي نصبنها نشرها نديرها في الشميشه كتنشف، كنجيها هي معقمه مصاوبه ونعاود نستعملها. ما كاينش حتى مشكل، يمكن ديري جافيل شحال ما بغيتي ما كيطرى ليها حتى شي حاجه، وكتبقى مده بحال ديك الشبكه اللي كنا كنشريو ديال الصياده، حتى هي كتبقى، ولكن هذه احسن. ديك الشبكه انا محلوله وديك الشيء ما كتعجبنيش بزاف. المهم هذه راه مزيانه كنصاوبها، عندها استعمال اخر. مثلا كتستعمليها للحمام، فعاوت الكيس ديال الصابون ولا بحال دابا هذه ديالي انا مصاوبه للجسم بوغ لو كور، مصاوبه من الصوفا من هاد لالين، من هاد الصوفا اللي فيها التكوين ديالها، فيه القطن وفيه الصوف عندي. دونك التكوين ديال هاد الصوفا مزيان وراها صحيه، كدربها الصابون مخيره، وملي كتسالي ودايره لها هاد البليصه ملي كتعلق، هاد ها هي هادي ملي كنعلق راه كنديرها ليهم كاملين، ما خطا لا نسيت هادي. دونك دايره هادي الصابون للحمام، وهادي الوجه دايره هذه صغيره ورقيقه شويه ورطبه رقيقه، هذه مصاوبها بهذا الكروشير الصغير. هذه للوجه وهذه بوغ لو كور، هذه للجسم وهذه للوجه. وهذه وحده اخرى عاوتاني صوبتها، ولكن عزيزي الاستعمال ديالها لان فيها الالوان ديال العالم ديالنا ديال المغرب الاحمر والخضر، دونك راه مازال منزلاش بالطا، ماقدرش نديرها للحمام، ماقدرش ندير حتى شي حاجه، دونك راه مازال منزله. وهاد النهار دابا غادي نوريكم كيفاش كنستعملوا هاد لي طواشي. هاد لي طواشي النصارى، نصارى بون لي فرونسي لي زوتر، المهم ولا لي زاميريكان ولا كيستعملوهم. مثلا كيشريو صوفه زوينه تكون رطبه ديال لي بيبي مصابو من القطن ولا شي حاجه، كيصابوهم صغيورين، يكون صوفه رقيقه ويصابوهم صغيورين، وكيديروا بزاف وكيديروا كيستعملوهم باش كيحيدوا بهم الماكياج. فعاد ما تبقى تشري هي القطن ولا تبقى تشري داكشي، كتشري تدير هذيك صحيه وكتبقى تحيد بها الماكياج، وكتعاود تجمعهم بزاف وتصبنهم وديرهم في لا ماشين ديالها. وما عندهم داك عندهم لاف لانج وعندهم سيش لانج كينشف حتى هما كيعقم، وحنا راه عندنا الشمس الحمد لله في بلادنا كتعقم كلشي. اذا كيديروهم حتى بوغ اونلي الماكياج بوغ سو دو ماكي فوالا. دونك يلا دابا بسم الله نبداو. شنو خاصنا؟ قلنا خاصنا ان كروشي. انا غادي نستعمل هاد الصوفه، انتما كتشوفوا الالوان يمكن الالوان ما تعجبكمش، ولكن عامه هاد الالوان اللي كتبقى لينا في الدار ما كيبغيوهاش، ما كيبغيها حتى واحد، ما يبغيك تصاوبي لها بها حتى شي حاجه. اذا هاد الالوان ما هي الصوفه كتبقى، دونك هي تقدري تستعمليها لهادشي لهاد الغرض. انا عندي هاد الصوفه حتى هي راه التكوين ديالها مزيان. ها كيفاش غادي نديرو دابا؟ الا بديتي الا بغيتي تخدمي هادي درتي 17 عين خصك ديري 17 سطر، درتي 18 عين خصك ديري 18 سطر،
شحال ما درتي ديال العيون كديري السطوره. اذا انا بسم الله كيفاش غنديرو حنايا؟ غادي نديرو مثلا، انا مثلا هذه دابا راه غنخدمها بالكروشي نيميرو 6. ها هو هذا راه النمره 6، ما نعرفش واش تبان لكم، مي سي لو نيميرو 6 هذا. داكو يلا غادي نبداو. اللي متبعين معايا الدروس الكروشي ها هو غادي اش من دروس خصكم تكونوا تعرفوا. خصك تكون تعرف غرزه ديال الحشو، وتعرف غرزه السلسله غير السلسله، وتعرف ديك المنزلقه. هادو هما الغرز اللي خصك تعرف. ابسط شيء خصك تعرفه، ولكن في هذا الدرس غادي نتعلموا كيفاش نزيدوا العيون وكيفاش نقصوا مع هاد الغرز اللي قلت ساهلين. اللي ما كان اللي ما عارفش يرجع للدروس الاخرين، راه عندنا في لي فيديو الاخرين، ومرحبا به. بسم الله. اذا ها انا غادي ندير هذيك الدائره، كنلوي الخيط كنجيبو من هنا وكنخشي الكروشي باش ندير هذيك العقده الاولى. هذه يمكن لي نحكم فيها نسدها نزيدها نقص، المهم غندير. انا غادي ندير 18 عين. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 18. انا درت 18 عين هنايا ياك. اذا غنزيد وحده، غنزيد وحده. هاد الوحده ديما كنزيدوها باش كندورو. انا زدتها، غنجي هي عندي العين الاولى اللي زدت ليا، غنجي الثانيه اشنو غندير؟ غادي نخدم غرزه الحشو كنخشيو الكروشي وكنجرو الخيط وكنعاودو اللول ونخرجو هادوك، ولكن في نفس العين، في نفس هذيك العين غنعاود ندير وحده اخرى. هذه هاد الجهه غنبقى نزيد فيها العيون، هذه هي الزياده. دابا فاش كنزيد كنخدم في واحد العين كنخدم فيها جوج، فعاد ندير غير وحده. اذا ها انا هنايا درت جوج، والشيء الاخرين غادي نخدمهم غير عاديين. انا ماذا بكم تهزوا هاد جوج الخيوط الا قدرتوا، الا ما قدرتوش هزوا وحده ماشي مشكل، ولكن من الاحسن تهزوا جوج الخيوط. ها هكا كنديروا غرزه الحشو في السطر كامل. ها هي غرزة الحشو، غنمشي معاها السطر كامل حتى يبقاو جوج. بقاو عندي جوج العيون. اذا غادي هنايا راني زدت، اذا هنا غادي نقص واحد الجهة غادي نزيد فيها، واحد الجهة غنقص فيها. اذا الزيادة شفناها، دابا غنشوفو النقصان. هالنقصان كيفاش داير؟ غادي نجي لهذا، انا بحال غندير نص غرزه حشو ما نكملهاش، ما غنكملش ونطيحهم، لا غنخليها ونجي للاخرى، العين الاخرى حتى هي، وندير بحال غندير غرزه حشو وما نكملش. وشنو غندير؟ نلوي الخيط ونهبطهم بثلاثه. دابا هكا النقصان صافي. اذا باش غنبغي ندور، اش غندير؟ ملي كنبغيو ندورو كنزيدو عين. ها هي تنديروها وكندورو العمل ديالنا. داكوغ. الوغ منين غنجي عاوتاني باش نبدا السطر الاخر؟ فينا هما العيون؟ دابا هي اللي كاين في هذا باش كيجينا مزوق بحال هكا، باش كتجي الخدمه هكا باينه طالعه. هاد بحال طالعه شي شويه الخدمه، علاش؟ لان كنهزو ملي كنجيو نديرو غرزه الحشو، ما كان نورمالمون خصنا نهزو هادو بجوج. شتو العين فيها هاد الخيط بجوج؟ لا، حنا دابا ما غاديش نهزو بجوج، غادي نجيو نهزو غير هاد الخيط اللي لهيها اللوراني. اذا فهمتي؟ مع انا باغيه نقص، شنو غندير؟ غادي نخشي، ما غاديش نكمل غرزه الحشو، وغنجي للاخرى حتى هي نخشي الكروشي ونجبد وندير ما نكملهاش. غادي نلوي الخيط، دابا غنهبطهم ثلاثه، هذا هو النقصان. هكا كنقصوا. اذا ايوا، وغادي نكمل السطر ديالي بغرزه الحشو كما قلت لكم، ولكن غرزه الحشو ما كنهزش هادو بجوج. انا كنأكد ما كنهزش هادو بجوج، كنهز غير هادي، كنهز غير الخيط اللوراني لو بران اغيير، كنهزو اون في اون ماي سيري اون بريلفون هاد لو بران اغيير. لو بران اغيير هو هذا. شتي العين كيفاش دايره؟ عندها هذا وهذا. نورمالمون غرزة الحشو غتهزوهم بجوج، ولكن دابا غنهزو غير هاد الخيط اللوراني لو بران اغيير، هو اللي غنديرو فيه غرزة الحشو. شفتو باش كتجينا شي شويه بحال راجعه للور، وكتجي هاد كتجي شويه مزوقه. هادي بون، هادي ما يبانش فيها بزاف، مي ريكارد هنايا. ها شوف هنايا كتجي هذا حيت كنهزو هذاك لو بغان اغيير، كنهزو هاد الخيط اللوراني. انا راه نهضر معكم فرونسي عربيه، باش اللي بغات يتعلم كيفاش كيتقالوا بالفرنسي. كي قلت لكم غنبقاو نعلمكم، نقول لكم كيفاش تقراو باش تكونوا مستقلين في العمل ديالكم، تشوفوا شي موديل في شي كتاب وتعرفوا تقراو وتطبقوه. اذا خصكم تعلموا الكلمات ديالها اون فرونسي
باش من بعد تبقاو تقراو ان شاء الله بشويه بشويه وغادي غير تبعوا معايا اللي بغى يتعلم مرحبا وغادي يتعلم. اذا هنا غنكمل السطر كله ما يصيغي وانا كنهز هاد لو بغا اغير هاد الخيط اللوراني كندير غرزه الحشو وانا كنهز هاد الخيط اللوراني حتى يبقاو لي غير جوج العيون. بون هنايا دابا هاد الجهه دابا هنا هاد الجهه كانت عندنا جهه بالنقصان وهاد الجهه الجهه كنزيدو فيها وجهه كنقصو منها. غادي نكمل معاكم وغتشوفوا خصكم تردوا معايا البال بزاف هنا في الاخر. شتي دابا ها هي وحاجه واحده اخرى بدينا ب 18 عين خاصكم دائما تحسبوا تلقاو 18 عين جوج بلات غنجي لهنا. دابا انا بقات لي غير عين واحده بقات لي هنايا عين واحده اللي غنخدمها ها هي هادي. اذا انا هنا حيت عندي بلاصه ديال الزياده اش غندير غنشد هاد البلاصه ديال العين. ها انا ديما كنهز غير داك لو بغا غير الخيط اللوراني اللي درت فيه انا درت وحده غن في نفس المكان غندير وحده اخرى هذه هي الزياده. ودابا خصكم تعقلوا على هاد جوج سطور هادشي اللي كنقول لكم لان هكا غتكملوا عليها حتى الاخر. اذا دابا هنايا هنا خصكم تردوا معايا البال. نشوف دابا حنا باش كنجيو ندورو كنديروا واحد العين ياك كندير واحد العين باش كندورو هاد العين شفتوها هادي مهمه منين غندور العمل ديالي انا غنبغي ندير زياده فين غنديرها ما غاديش نجي نديرها في هاد العين غنديرها في هاد العين اللي زدت. شتي ملي كتهز الخيط هكا كيبان لك هنا واحد تقيبه واحد البلاصه هذيك خصكم شي شويه بحال تخليوها واسعه باش يقدر يدخل الكروشي. بحال دابا انا عندي هذا غليظ راه صعيب شي شويه ولكن انا غادي ندرج معاه وندخل. ها انا دخلت الخيط ياك غندير واحد غرزه الحشو ها هي وغنزيد عاوتاني في نفس المكان ندير غرزه الحشو وحده اخرى. اذا ها هي الزياده ديالي شتو كي كتجي مدوره وغادي نجي لهنا. شوف كيف تيبانو العين باش كتعرفي فين غتخدمي. وقلنا غنهزو الخيط اللوراني ندير غرزه الحشو وغادي نكمل السطر ديالي عادي غرزه الحشو ولكن غير كنهز الخيط اللوراني ما كنهزش الخيوط بجوج. يا ربي يكون واضح هادشي اللي قلت لكم وغنكملو السطر ديالنا حتى الاخر. غادي نوصل كملوا السطر حتى يبقاو لكم غير جوج ونعاودوا نطلق. اذا انا كملت هذاك السطر اللي كنا خدامين فيه شحال بقاو عندي بقاو عندي جوج. كما قلت لكم دائما بدينا 18 عين خصهم يبقاو 18 عين. دابا انا اش عندي جوج ربعة ستة ثمانية عشرة 12 14 16 اذا مازال خاصني جوج العيون. ها انا عندي هنايا جوج العيون انا غندير ها وغنديرها لان هاد الجهه جهه النقصان شتي هاي. اذا دابا خصكم دائما ها هي عندي صافي 18 عين. دونك اذا خصكم تردوا دائما البال باش تمشيو لهذا. اذا شتي ها هي الجهه النقصان شفتي كيفاش كتمشي الخدمه والجهه الزياده كيفاش كتولي غاده. دابا هاد النقصان غيمشي هكا والجهه الزياده غتمشي هكا. نحيدو هكا باش يبان لكم ها شتي كيفاش غادي تمشي الخدمه. انا غادي نعاود معاكم هنايا هذا ها هي دابا هذه الجهه النقصان قلنا غنزيدو عين دائما باش كندورو وغنجي في الاول السطر الجهه النقصان كنقص في الاخر وكنعاود نقص في الاول. وانا غادي ندير هنا ها هما هي كيفاش كنقصو وغادي نجمعهم بثلاثه ونمشي ونكمل السطر ديالي حتى الاخر ونخدم عاوتاني هذوك الجوج زيادات اللي كندير. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في التعليق. اذا ها انا وصلت لاخر السطر ها هي هذه الجهه النقصان هذه الجهه الزياده. اذا الجهه الزياده كنجي لهاد العين الاخرى كنخدم فيها جوج تاع غرز الحشو وانا كنهز غير الخيط اللوراني صافي فهمت. ها هو جوج غرز الحشو وغادي ندور وهاد العين من في الزياده هي اللي خصكم تعقلوا عليها مزيان. ملي كندور وكندير هاد العين شتي التحت ديال هاد العين التحت ديالها هاد العين اللي زدت راه فيه كندير الزياده ها شتي. انا ملي غنقلبها التحت ديالها غنهز نخلي جوج الخيوط الفوق ونخلي واحد التحت وندير هنايا غرزه الحشو ها وحده ونزيد الاخرى ها هي غرزه في نفس المكان غرزه الحشو وحده اخرى ها هي شتي. ها انا عندي وتلوي هكا باش كيبانوا لي العيون وكنمشي للخيط اللوراني هذا اللي هنا كنهزو كنبقى غاده غرز الحشو ديالي كنكمل السطر.
اذا هاد السطوره هما اللي غادي تكملوا كما وريتكم دابا غادي تكملوا حتى بحال دابا انا درت 18 اذا غنخدم 18 سطر عاد نتلاقاو وانتوما درتوا 17 خدموا 17 سطر درتوا المهم شحال ما درتوا درتوا 24 كانت عندكم الصوفه رقيقه وبغيتوا ديروا 24 عين مثلا ايوا ديروا خدموا 24 سطر ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم تتمه العمل. اذا دابا هنايا لنفرض ها هو دابا منين غادي تكملوا منين غتكمل بحال انا باش كملت 18 سطر ها هي كيفاش غادي تجيكم الخدمه. هاي شتي كيفاش غيجي هذا مع دي يجي له مربع لا والو كيجي ما عرفاش معين ولا شنو هو يا هذا سميتو جو سي با. المهم ها هو يا كامل انا غادي نوريكم لنفرض انكم كملتوا ها راكم وصلتوا قد هنايا في هذا واخا هذا راه باقي صغير. المهم لنفرض انكم وصلتوا هنا شنو درت شنو درت كتشدوها هي دابا العين عندكم كي دايره هكا غادي تجروها لي ربي انا شنو كندير الا بغيتو ديروا هاد الخريصه هادي بغيتو ديروها هاد بغيتو ديروا هاد الخريصه هادي شنو خصكم ديروا مني كصافي كتكمل 18 عين ديالك ولا العدد ديال السطوره اللي قلت لكم اللي بغيتي دير مني كتوصل لاخر شنو كدير انا كندير غير هكا يا 10 ديال السنيسلات مثلا 10 بحال هادي راها غليظه غير باش خريصه باش تصوب خريصه بحال هكا باش تبقى تشد فهمتي باش كتعلقها ها هي تعلقها في الدوش ولا تعلقها في الكوزينه 4 6 8 هادو كيصلحوا للنظافه اي شيء بغيتي تنظفوا سكاب شي حاجه هكا اللحم الكوزينه الماعن كلشي كلشي كيصلحوا راه وما تاخذوش بزاف الوقت الا كانت يدك ثقيله راه ساعات الخدمه انت كملتيها وداك الصوفه اللي كتبقى وداك الشيء داك الطرف ديال الصوفه راه ما كتضيعش. اذا ها مثلا انا درت هنايا شحال ما بغيتي دير انا تي درتي السنيسله وغادي ترجع للاول انا يمكن لك ترجع لهنايا الاول فين بديتيها كما يمكن لك تجي لهنا الا بغيتي تثبتها مزيان وتخشي ودير منزلقه هكا غير كتجبد هكا تجبد هاد العين وصافي دير لها منزلقه وداك الساعات داك الساعات شنو عاد دير عاد تكبر هاد الخيط ديالك وتخشي الكبه هذا ودير بحال هكا يا انت سديتيها صافي سديتيها تثبتها صافي تسدات وشنو كنديرو كنخليو واحد الخيط قد هكا بحال دابا انايا خليته هنا من الكبه خليت هذا الخيط هذا الخيط لاش غيصلح شتي هذا الخيط هذا خليت خيط هذا الخيط لاش غيصلح لي غيصلح لي باش غنخيط باش نخيطها. اذا سلا عمل الكروشيه سلا هذا اذا دابا غادي نحتاج غير المقص وهذا وهذا والبره ها هي البرا غندير الخيط ديالي هكا فيها برا التريكو ضرورية تكون عندكم الا كتخدموا الصوفة ها هي البرا ديال التريكو وشنو غادي نشد غنشد هاد القنت هذا شتو هاد القنت هذا غنجيبو على هذا على هاد القنت اللي هنا شتو كيفاش وهاد القنت هذا هنايا هادي هادي انت شوف بحال هاد الخيط الاول حتى هو يزيدو تبتوه دفعوه هكايا يتزير باش مبقاش داك انترو تما وسدو هكايا سدوها هاهي ديرو عقيدة تما باش مبقاش اذا اش كنا ها هو دابا شتو كيفاش دايرة عندكم العمل كيفاش كيجي كيجي هكا وشي داك حيت كنا كنهزو اللورانية شتي كي كتجي هكايا الخدمة كتجي زوينة اذا ها هو غتشدو هكا وغتجيبو هاد القنت على هذا وهاد القنت هذا غادي يمشي لهذا شتو وانا غادي نجي غادي نخيط هنا غادي نخيط هاد البلاصه فهمتوا اذا يلا بسم الله غادي نجيب هكا القنت مع القنت ونقاد قادو مزيان وبشويه عليكم ايوا غادي تضربوا بالبرا هكايا بشويه بشويه بالعين بالعين وانتم ماشيين الا كان شي خيط هكا خارج ولا شي حاجه ولا عقده درتوها ولا ما ديروها لداخل هنا خليوها هنا لداخل شتي غنمشيو من عين العين وحنا كنهزو خيطوها مزيان باش تصبر ليكم حيت الا تحلت وانتم كتستعملوها ما غاديش تبقى صالحه عاوتاني وما غاديش حتى يعجبكم الحال تعاودوه يا اذا ها كنمشي كنخيط عين بعين غنخيطوها كامله بالزربه ما كنبغيش انا لي فيديو كيطوالو ولكن خصني باش تعلموا مزيان اصلا فيديو طويل بالنسبه اللي كيتعلم وكيتبع خطوه بخطوه ماشي مشكله هذا الطواشي راه سي مون كود كور شنو هي مون كود كور شي حاجه كتعجبني انا شخصيا
شتي فاش كتكون تخدم شي حوايج ولا مون كود كور هو هاد لي طواشي كينفع. عسير عندي وحده خدمتها في المعمل يمكن شي 6 شهور، 6 شهور ما كت خسرات ما والو، منياك كنسالي بها كنغسلها كنشرها كنشمجها كن وما كنديرو جافيل راه كتعقم زوينه وكتغسل المعمل مزيان كتغوي. ما بقيتش انايا كنحمل نشري هذوك ديال اللي كنشري مع السته في الباكيه وفي مرجان وهذا نجاشيت بلي. ويلا شريتي ديك الحرشه من جهه والبونجا، البونجا كدوب وكيبقى لك واحد شويه من هذيك الحرشه. انا كنستعمل هذه وكنستعمل هذيك الجكس ديال الالومنيوم اللي ما كتخسرش وما كتصدايش. صافي هادشي اللي كنشري وهانيا من جهه هاد المواعن. دير وحده وحده ديرها غير كتحكو بها البوطه ساهله حتى هي ما كتخسرش. اكثر هي الا درتها بشي صوفه رطبه ما عندها ما تخسر. هاي انتما شفتوا اذا هذا الخيط هذا يمكن لكم تعاودوا حتى هو هذا الخيط اللي كنا بادين به يمكن لكم تضربوا شي ضربات وتدفنوه حتى هو للداخل. صافي بحال هكا اذا ها هو يرجعوا الخيط هنايا نرجع لي بره ديالي الفوق وقلبوها. هاي نقلبها هاي دابا ما كيبان والو وغادي تجيو لهنا. دابا منين قلبناها غادي نجيو لهنا وغندورو عليها كامله بالخيط. نشوف كيفاش غندير. هي ضربات بحال ضربات كبار بحال هكا عرفتي علاش؟ بحال لاستيك غادي نجروهم غادي تجمع. شفتوا غندير غير بحال هكا ضربه ضربه وغندور عليها كامله. حاولوا تكونوا ماشي المهم بحال تقنوا العمل. قالك رحم الله عبدا اتقن عمل عملا فاتقنه. كل حاجه دائما حاولوا تتقنوا ماشي غير تباكليو. احنا باكليو شتي حنا قلت لكم احنا كلشي كنردوه دارجه. باكلي سي لو استامو فرونسي. باكلي هي نخربق باكلي ان طرافاي هي خربقوا غير كركبوا كودوز. اذا كنقولوا باكليو كيف غنردوها دارجه. هي راه فرنسي ولكن حنا غنردوها بزز دارجه. ها شفتوا ومنين كان مني كنكمل ها غادي تجرو غادي تجرو مزيان بحال هكا وغادي تضربوا شي ضربات هكايا باش كتسدوا هاد 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 البلاصه. هادو سي ان بو ديفيرون على داكشي داك كاينين هادوك العيالات مساكينات كيصاوبو داك لي غون دو تواليت هادوك كاين اللي تباعو بثلاثة دراهم ولا واش داكشي تا هما تا هادوك زوينين ولكن ما كيمكن لك صاوب. وفعاود ما نمشيو داك لا فلور دو دوش لي شتي دابا منين ضربت هنايا صافي سديتها كنجر الخيط مزيان وانا يرا كنخليه ما كنقطعوش كنجيبو من تمايا من هذيك من التحت كنجيبو كنطلعو. شفتوني يا ربي تكونوا تبعتوني لان انا مع الهضره ما قلت لكم ها هو شتي الخيط ها هو اللي خدامه به ما قطعتو ما والو غير جيت لهنا وضربت في هاد في الفوق. دابا لتحت صافي ساليتو ضربت الفوق. دابا غنعاود نفس العمل اللي درت لتحت غنديرو هنايا في الجهه الفوقانيه وغنخليو هاد الخريصه باينه هكا نجي لهنا ندور عليها عاوتاني باش نجمعها. شتي هكا غندور عليها كامله وغنجمعها باش نعطيها هاد الشكل النهائي بحال هكايا. ها شتي باش غادي نجمعها ثاني من هنا. حاولوا تجمعوا حتى هادو اللي كيبقاو هادو اللي خصكم تضربوهم هادو اللي طالعين هاد الدوارات اللي كنا كندير فيهم زياده هما اللي خصكم تحضيو معاهم باش تجمعوهم. ها انا وصلت لهاد الوريد الخريصه خصني نخليها برا ما ندخلهاش لداخل. صافي درت عليها كامله غادي نجر الخيط ديالي. ها شتي غنجر غنجر نحاول ندخل هاد الشيء هكايا ندخلوها هكا ها صافي. ها هي بقات الخريصه اللي خصها تبقى وجروا هاد الخدمه هادي جروا مزيان تسدوا داك الفيم. مع انتما راه دابا هو جاي من التحت اذا راه يتسدو مزيان لتحت والفوق وهداك تقطعو الخيط جرو بالقياس حنا كنجرو كنحضيه صافي باش
وغادي نزيد نثبت هذا الشيء، نضرب مزيان ما بين غنقاد هاد غنقاد هاد هاد الجهه هاد هادي مع هادي. انا كندير بيدي كنتحسس بيدي وكنقاد جريت، وغادا نضرب دابا غادي بحال غنلصق الفوق مع التحت. وهادي كتبقاو ديما ديكاجيوها، لا ديكاجيوها هي ديكاجي الا ديكاجي سافي دير نحيدها من الطريق. او ميم طون حنا كنتعلمو حتى الفرنسيه. داكوغ نكونتينيو. نضرب هكا انا ماشي، وكندور على هذيك الخريصه اللي عندي وكنثبت هذا كنثبت الفوق مع التحت باش كيجي هكا وكيبقاو هنايا ها هو هنايا لي بغ. ولكن انا كنقادو، كتصاوبو بيدك من بعد ملي كتكمل الخدمه ديالك انت غتقادو. احنا قربنا نكملو، كنتمنى انكم فهمتوا هذا وعجباتكم وتصوبوها ان شاء الله وترحموا وتقولوا الله يرحم الوالدين لهذيك السيده اللي وراتها لينا. داكوغ، الله يعطيكم الستر تانتوما يا والله يرحم لي والدي، الله والدي ميتين الله يرحمهم ليه، واللي باقين بالحياة الله يخليهم ليه ويشد ليهم في صحيحتهم. هيا صافي دابا كتكني كد ملي كدير هي كتبقى تشد لا فورم ديالها. ملي كنبقى ندير بالبرا الوسط باش كنثبتها صافي هي كتشد البلاصه ديالها صافي. ملي كتساليو الطرط ها يبقى لي الخيط القديم هاولا نستر كبر بحال هكا ما يطراش. صافي وغادي نمشي هكا صافي. دابا سالينا غادي نعقد الخيط ديالي. غندير كيفاش كنديرو نعقدو، كتجي هكا شتو شنو هكا كتشد الخيط ديالك ودير بحال هكا بحال الدور هكا وتجي بحال غادي صافي وتعقد. انا كنوري لي مبتدئات اللي ما عمرهم مسكن شدو البرا والخيط. انا البيرو بحال ديال بنتي هذا راني دايره ورقه بيضاء باش يبان لكم. فوالا صافي تثبت هذيك العقده ديالي تثبتها باش ما تحلش لي صافي. ونجي دابا داك الساعات وها هي الطواشي ديالكم بالصحه والراحه ان شاء الله. تنو من هذا فوالا فوالا الطواشي بصحتكم. هادي راه نسيت ما درتش لها الخرصه ماشي مشكله تتفصل غادي ما شفتوهم لي طواشي ديالنا. يلا بصحتكم وراحتكم، الا عجبتكم الفيديو ديروا لي لايك واشتراك. بالنسبه للزوار الجدد مرحبا بهم، تقول لهم مرحبا بكم وشاركوني في قناتي. والى درس مقبل ان شاء الله، مع السلامه.